يسعدني صباحك الرحيم وأيضا أحمد وسيف وكل السادة المستمعين أوفياء الحياة أف أم، قافلة صحية متعددة الاختصاصات الآن في طريقها إلى منطقة السودان من معتمدية الحاجب. هذه القافلة تضم اختصاصات كالطب النفسي كالطب القلب والأمراض النفسية وكذلك أيضا أمراض النساء. باش نتعرفوا على هذه القافلة اللي الآن في مسيرة كما قلت إلى الحاجب، معنا الدكتور عبد الله أجلاصي وهو المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري بالقيروان. دكتور مرحبا بك عبر أمواج حياة أفهم. صباح النور دكتور. صباح الخير حيم، صباح الخير سيد المستمعين وكل الفريق العام معك. وهي تواصل العمل في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في ولاية القيروان في السودان من معتمدية حاجب العيونة. إن شاء الله اليوم القافلة انطلقت، المجموعة الأولى خرجوا تو أكثر من يمكن جي ساعة في ربع ونصلنا في الزملاء يمكن درجين أخرين باش نخرج، هم أطباء جايين من سوسة وأخوة من الجمعية الوطنية للجمعية التونسية للصحة الإنجابية من بحغانا باش نخرجوا يمكن ديس مينيت بعد ما نكملوا معاك بالذات. سميناها قافلة إقليمية خاطر يشاركوا فيها حتى من سوسة دكتورة. أي إقليمية، هي فيها المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري من سوسة ومندوبية سيدي بوزيد، هذه بس تضافر الجهود ونتعاونوا الناس كل بعضنا باش نجموا نقدموا أحسن ما عندنا. أنا إن شاء الله المؤشرات كلها هي طيبة، برشا جمعيات قدموا معاونونا، جمعيات محلية، جمعيات وطنية، قدرت أدوية جيد، أدوية معناها خاصة خلف الأدوية الموجودة في المستشفيات، هذه معناها مؤشرات طيبة إن شاء الله اليوم وصلونا. جمعية تونسية للصحة الإنجابية جابوا معهم آلة كشف بالصدار، زيد معناها زادونا معهم أنوتر سبيسياليست أندونتيس باش يمشي معانا باش يزيد معناها يقدم خدمات صحية للصغيرات. إن شاء الله هذه مجموعة من الخدمات تسمع في بيت. مجموعة من الخدمات تقدم في من خلال الحملة الوطنية التحديثية لتعريف بأهمية استعمال وسائل منع الحمل. خلنا عاود نذكركم زيد خلنا عاود نذكر السادة المستمعين كان تسمح لي دكتور دونك باش نلقاو عيادات طبية في مجال الطب النساء والتوليد، كشف بالصدى، طب الأطفال، القلب، الشرايين، وقلت لي دونتيست، الأمراض الباطنية والأمراض الكلى النفرو، هذوما باش يكونوا موجودين معنا اليوم. دونتيست بايس، جمعية جابت معنا دونتيست اليوم، إن شاء الله هذوما باش نحاولوا المنطقة هي الناس كنا نعرفها، نعرفوا المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبعد نتاعها على الـ على الـ على مستوى القيروان المركز، بعيدة ما يقارب فما 80 كيلومتر ولا 85 كيلومتر، رينا اللي احنا الناس هذه يلزمنا احنا نمسولهم ونهزولهم طلب الاختصاص ونحاولوا باش نساهموا باش نحسنوا في الخدمات الصحية تجاهلي. تعرف حاجة بها تصور هنا في السودان وتجيني قافلة مجانية بأطباء الاختصاص، لازم نفهم وأكدوا بأطباء الاختصاص جميعين روان وأطباء جميعين. اللي نشكروا زادة الكلية طب سوسة والسيد العميد لكلية سوسة اللي تفاعل معنا إيجابيا وعاوننا باش تدخل مع الأقسام الجامعية في فرحة حشاد، كذلك زميلنا بمندوبية سوسة هو زاد كان أسا وتحرك مع الـ 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 مع الكلية ومع مستشفى فرحة حشيد ليش كانوا معنا زملاء شهر اليوم. ان جران برافو يا جران ميرسي على تدخلكم اليوم، تكونوا موجودين ابارتير من التسعة حتى لنتكمل العيادات الكل، هذا اللي متفاهمين فيها ان شاء الله. هذا متفاهمين العيادات الكل معناها تكمل العيادات، الناس اللي واجدين علينا ان شاء الله نخدمهم الكل. دكتور حابين نقول لك كان جرون ميرسي لك انت وليكيب كامل اللي يكونوا موجودين في السودان من 9 متاع الصباح، متعدده الاختصاصات، اطباء حاضرين من سوسه حتى من سيدي بوزيد، ومش تكون زاده فما جلسات تثقيفيه لكيفيه استعمال وسائل منع الحمل. وفما هي التثقيفيه وذلك فما زاده جانب تنشيطي ترفيهي لك الصغيرات المتواجدين اليوم في المدرسه. وفما جوائز زاده خاصه موجهه للطفل اللي هذه زاد شركه به المندوبيه الجهويه للمراه باش تقدم جوائز خاصه هذه للصغيرات اللي في شكل باش يكون فما معناها بعض المباريات وتوزيع الجوائز هذه وموجهه للطفل المتمرس.
احنا اللي دعوتنا للناس الكل انهم يكونوا موجودين في السودان في معتمديه حاجب العيون متعدده الاختصاصات. سي لوكازيون جامي، هاكم شفتوا حتى اليوم الكشف بالصدى باش يكونوا موجودين دونتيست. اليوم عندنا زاده ورشات وتثقيف، فما حتى تنشطه للاطفال. هذا الكل من تنظيم المندوبيه الجهويه للديوان الوطني للاسره والعمران البشري. دكتور عبد الله الجلاصي، ان كرو ميرسي. تصاور تلقاهم بعد شويه، واكثر التصريحات باش يكونوا موجودين مع زبير العياري باش يكون موجود في السودان. قلت لكم ها صبحيتنا مش تبدا من توا، توصل بكم حتى السودان، بعد شرجع بكم لولايه القيروان. وباش نوقفوا الحديث اللي يبدا من غادي عند الصباح، الوقت اللي يقول لك اسمع ظهر لي ما ثماش سنه، يبدا يحكيوا فيها بشويه. برشا من الناس يقول لك ظهر لي ما ثماش سنه مولد راه يمكن يزول بلاصه اخرى. صحيحه الحكايه ماهيش صحيحه، هذا باش يكون موضوعنا من بعد بشويه.